فوائد استخدام البيم بالنسبة للمنظر: أصبح فيه تحسين لجودة التصميم، في أداء أفضل، في تقليل للمشاكل والمخاطر، وتقليل للوقت في البناء. بالنسبة للديزاين مانجر بيديله رؤية أفضل للربط بين كل الديسيبلين، أصبح فيه قدرة على اكتشاف المشاكل وحلها بطريقة أسرع، في قدرة على الوصول للمعلومة زي ما أنا عايز. البروجكت مانجر قدر يقلل المخاطر الموجودة في المشروع، أصبح سهل جدا إن هو يختار أفضل تصميم ويطبقه في أرض الواقع. بالنسبة للكاد مانجر بقى أسهل بكتير إن هو يعمل كوردينيشن، لأن في الكاد كان موضوع إن الواحد يعرف إيه اللي خاص في إيه صعب جدا، لأن بتضطر بقى تقعد تقيس، والحاجة دي مثلا عرفتها 2 متر، وده عرفتها 2 متر 30، بس اللي على 2 متر ده 40 سنتي، فكده عامل كلاش، فكان بياخد وقت كتير جدا مننا. دلوقتي أصبح الموضوع أسرع، المعلومات متكاملة أكتر مع الجي أي إس. المعماري بيقدر يطور الحلول بطريقة أسرع، بيقدر يتعامل مع باقي الديسيبلين، وأصبح القدرة على توصيل المعلومة للعميل أسرع. الاستراكشر بالنسبة له الموضوع أكثر كوردينيشن مع بقية الأقسام، وأصبح سهل جدا إن هو يعمل أناليسيز للموديل بتاعه. السيرفيس انجينيرينج أصبح بإمكانه إن هو يعمل سيموليشن ويتأكد من التصميم بتاعه، لايتنج وصوت وبيئة. والمين كونتراكت أصبح بالنسبة له الشغل الأكثر منظم وأكثر إدارة، وفي اللوجيستيك بلان بقى أفضل، موضوع السيموليشن بقى أفضل، التحكم في الكميات أصبح أفضل. وبالنسبة لكل الأقسام أصبح الموضوع في قدرة على اتخاذ القرار، في قدرة على تنسيق الشغل، في قدرة إن احنا نطلع اللوح كلها متطابقة مع بعض، مش في لوحة مثلا بتاعت البلان مختلفة عن السكشن.